امهات هاد الشيء اللي وراو لاولادنا بطبوطات ها هي عندي كان الخبز الصباح والعشيه المسمن هانا كنديرو في الصباح وفي العشيه البغرير كنديرو في الصباح والعشيه فعلا هاد البطبوط وهاد المسمن هاد اللغه الدارجه اللي بغاو يديروها لاولادنا ما يديروهاش لاولادنا حنا يديروها الاولاد اللي لاباس عليهم ما كيعرفش البطبوط ما يعرفش المسمن ما يعرفش الخبز داك اللي كيمشي قرب الفلوس حنا ولادنا عايشين معانا كيعرف يهز سروالو يعرف يحط سروالو يعرف يمشي للكابينه ما كيقولش الطواليط ونزيدو يكلخونا بهاد سميتو اللي ولاو خرجوا لينا راه حشومه يمشوا لعند اللي ولادهم كيقراو كيخلصوا عليهم 100000 كيخلصوا عليهم 60000 هاد اللغات حنا عارفينهم وهما يقروا ولادهم اللونجلي ويقروهم الفرنساويه ويقروهم جميع اللغات وفي الاخر جاوا لولاد المساكين وولاد الدراوش احتقرونا ببطبوطات مسمنات راه حشومه عليهم حشومه عليهم حشومه عليهم ما خاصهمش يديروا لنا بحال ما هكايا ملي ولا الدري علموه لنا البطبوط والمسمن ايوا صافي قرينا بكري واش هما ولادهم يمشيو مازال ولادهم هادو اللي لاباس عليهم وهادو ولاد اللي كيمشيو يخلصوا عليهم الفلوس صحيحه ويمشيو يدوهم 60 و70 و80 مع الدخله تيقول لك حاط مليون يمشي هو يقري ولدو يجي يعلمو بطبوط راه ما كيعرفهاش يعلمو مسمنه ما كيعرفهاش يعلمو الخبز كيشري على الخبز ديال البولانجي ما كيعرفوش ما يعرفوش القصريه ما يعرفش العجينه ما يعرفش الدقيق متفقه معاك يعني يمشيو يعلموهم اولادهم اللي لاباس عليهم والفقراء بحالنا يدخلوا لنا اللغات ويدخلوا لنا الفرنساويه لاولادنا يعمروا ليهم بهم دماغهم ماشي كنخو ولاد الشعب ولاد الشعب راه ماشي يمشيو يكلخوهم هما مكلخين ويزيدوهم الحشومه عليهم هما يخلصوا على ولادهم الزبابل ديال الفلوس وحنا نمشيو نعطيو لولادنا البطبوط المسمن ما حشوماش عليهم اللهم منكر ولادنا راه حنا هذا القانون حنا ما متفقينش عليه حنا كاملين غنبركوا ولادنا ونشوفوا ولاد اللي لاباس عليهم هما حنا يجوا عند ولادنا يعلموهم البطبوط ويعلموهم المسمن كنا فيهم الله كنا فيهم الله